بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشتركين المشاهدين، تحية طيبة. بعد أخوكم جمال باطفاري يحييكم في مقطع جديد مقاطع تعلم مع جمال. الأخ علي يقول: أخ جمال، في سيارات تتعبأ بالوزن والوكالة مو ذاكرين كم، لا في الكبوت يعني البونيت أو الهود زين الغطاء الأمامي، لا في الكبوت ولا عند الباب، أحيانا ممكن تجد ملصق على الباب يوضح لك كمية الغاز، ولا في كتيب السيارة، وش الحل؟ ولا في عدسة، ولا فيها عدسة تشوف ناقص الغاز أو زايد. على سبيل المثال يقول الزيرة 2016 وأغلب سيارات هونداي ما ذاكرين الوزن للفريون كم، وش الحل؟ يعني يقول عنده مشكلة، يعني عنده سيارة لا هي اللي هي الزيرو، لا هي فيها عدسة ممكن تشوف الفقاعات إذا مثلا اختفت وامتلأ الغاز، أو فيها مثلا كمية الغاز المطلوبة للشحن. هذه بعض السيارات ممكن أخواني تبحثون في النت، ممكن تبحث في النت وراح تحصل كمية الغاز المطلوبة، وإذا ما وجدت ممكن أيضا تتواصل مع الوكالة ورش الصيانة، ما بيقصرون صراحة. بعض الورش الوكلاء ممكن تسأل الفنيين وراح يخبرونك صراحة، لأن معظم الورش الصيانة للوكلاء ما يستخدمون العدسة في تعبية الغاز، ولكن يستخدمون كمية الغاز، لأن تيجيهم أو كمية الغاز المطلوبة للنظام للسيارة تكون مكتوبة في كتيبات خاصة لهذه الورش، وبالتالي فقط تستخدمون وزن الغاز. وأيضا في طريقة أخرى لتعبية الغاز، هذا الجمس وبعض السيارات ممكن تحصل ملصق كمية الغاز زين في المقدمة هنا، أو ممكن تحصل على الكبوت أو البونيت أو الغطاء، مثلا ممكن تحصله في الخلف أو في الأمام. أيضا بعض السيارات ممكن تحصله ملصقني أو على الباب زين في هذه الأماكن. أيضا مثل ما قال بعضهم ما تحصل مثلا العدسة متوفرة أو موجودة في هذه المنطقة، وراح يكون من الصعب أنك تشحنها. طبعا الحل في هذه الإشكالية أنك راح تشحن بضغط الغاز فقط، يعني يجب أن تستخدم خط الضغط العالي زين، تركبه في مخرج الضغط هنا أو الضغط العالي هذا الهاي بريشر، وايضا يجب ان تركب او توصل او توصل خط الضغط المنخفض في خط الخدمه لقياس الضغط هذا زين. ومنها اثناء تشغيل المركبه الافضل انك تعمل هذه الحركه من بعد التفريغ، يعني ما يكون في غاز داخل النظام بعد الفاكيوم، الافضل انك تعمل هذه الحركه، لان امانه يعني ما تعرف اذا كان مثلا الغاز السابق كان سيء أو يوجد هواء في النظام، وبالتالي راح يكون من الصعب أنك تستخدم هذه الطريقة. يجب عليك تفريغ الغاز، عمل فاكيوم، وإعادة الشحن بغاز أصلي غاز جديد، ومنها راح تراقب الضغطين، الضغط العالي والضغط المنخفض. وأيضا يجب الانتباه لدرجة الحرارة الخارجية، لأن درجة الحرارة الخارجية راح تعمل دور مهم عندك في حالة مثلا انخفاض درجة الحرارة تحت 40 أو تحت 35، راح يكون عندك الضغط المنخفض أو الضغط العالي عفوا، راح يكون الضغط العالي تحت مثلا 220 أو 230 انزين، ما بين مثلا 200 إلى 220 في حالة انخفاض درجات الحرارة تحت 40 أو تحت 35، وفي حالة مثلا ارتفاع درجات الحرارة فوق 45 وصولها إلى الخمسينات ممكن راح تحصل الضغط العالي في حدود ال 250 الى 270 زين اثناء الشحن، وراح تكتفي بهالكميه. وايضا المفروض راح يكون عندك الضغط المنخفض في حدود ال 25 الى 30 بي اس اي، هذه طبعا
طريقة ممكن راح تخدمك في حالة عدم توفر عدسة لرؤية الغاز أو فقاعات الغاز أو عدم وجود ملصق زين لمعرفة كمية الغاز المطلوب شحنه للنظام. وأيضا يفضل أنك تستخدم مقاييس درجات الحرارة أثناء الشحن، راح توضعها في الفتحة مال المكيف، ومنها راح تعرف درجة البرودة أو درجة الحرارة داخل المقصورة. يفضل أن تكون ما بين مثلا 8 درجات إلى 5 درجات أثناء الشحن، وهذه الدرجة ممكن راح تحصلها في المساء أو بعد مرور مثلا نص ساعة أو ساعة من شحن المركبة. أرجو من الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت في إيصال هذه المعلومة، ونلتقي إن شاء الله معكم في مقاطع أخرى من تعلم مع جمال. شكرا جزيلا. أعيد وأكرر، ممكن تستخدم العدستين أو الساعتين هذه المقاييس، وأيضا يجب مراقبة درجة الحرارة الخارجية. نشوفكم على خير.